ولي العهد السعودي يؤكد The Line تحقق مثالية العيش وتعالج التحديات الملحة التي تواجه البشرية. استدراج مواطن سعودي إلى لبنان واختطافه فور وصوله، والأجهزة الأمنية اللبنانية تواصل البحث والمداهمة للوصول إليه. الاستفتاء على دستور تونس الجديد في ساعاته الأخيرة ومشاركة أكثر من 1,000,000 ناخب. تقرير لمجلس الأمن يكشف بين تنظيم القاعدة وميليشيا الحوثي تعاون في تدريب المقاتلين وتنفيذ العمليات الإرهابية. تتحول أوروبا لبؤرة انتشار للفيروسات بعد إعلان عدم السيطرة على جذري القردة. مسؤولة أوروبية تحذر من خريف وشتاء مليئين بكورونا. وفضيحة جديدة تطال إيلون ماسك، هذه المرة من النوع العاطفي.